كلما جاء في شأن العلم أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما يخشى الله من عباد العلماء. لا يمكن أن نقول إن هذه الخشية مقصورة أو مقصورة على علماء العلم الشرعي أو العلوم الدينية أو العربية فحسب، لأن ما جاء مطلقا دون تقييد لا يمكن تقييده. فالقرآن كتاب تأمل وكتاب نظر في الكون. أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. القرآن برسالة منزل كي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن عذاب السعير إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وكفى بها فضلا ومكانا. فنحن جميعا نوظف جميع الطاقات والإمكانات والأوقات لخدمة هذا الدين العظيم. وإن من أعظم ما يخدم به هذا الدين هو خدمة كلام رب العالمين. لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل عني ونيابة عن إخوتي أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم. نتقدم بالشكر الجزيل إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ورعاه،